وانت ان شاء الله كده منطلقه واخده كتبك وراحه على فين؟ ايه يا ماما، حضرتك نسيتي ولا ايه؟ النهارده ميعاد الدرس بتاعي. زمان مشيره ومامتها مستنيني تحت، هما قالوا لي هيجوا الساعه 9 بالظبط. يا ريت بقى بلاش الدروس الليليه دي. ماما انا لو ضاعت مني حصه واحده مش هعرف اعوضها تاني، عن اذنكم. استنى هلبس على طول وانزل اوصلك لام مشيره. ولزومه ايه التعب ده بس يا ماما؟ العفاريت الزرق بتتنطط في وشي النهارده، محدش يقولي اعمل ايه. الله. حاضر. 20,000 جنيه يا امي يا استاذ سلامه، خمسينات زي ما طلبت. انا اول ما جمعتهم جبتهم لك. اتفضل. متشكر قوي يا معوض. سيادتك هتديهم البنك بكره الصبح بنفسك؟ لا لا، انا هخلص بس بيهم مصلحه كده. مصلحه ايه دي؟ ما تشغلش بالك انت، بعدين هقول لك. انا بس لازم امشي دلوقتي. بقول لك ايه يا عم عوض، معلش يعني بلاش تجيب سيره لبابا ان انا خدت منك الفلوس دي النهارده. انا اصلي عايز اخلص المصلحه وبعدين افاجئه بيها. ابعدي يا بنتي انت عن طريقي احسن لك. وانت يا بنت ليكي طريقه عشان ابعد عنه؟ انت ايه فاكره نفسك ايه يا بنت؟ انت وهي انتوا حكايتكم بالظبط، مولودين في فروس بعض، مفيش واحده فيكم طايقه الثانيه، وسايبين شغلكم جايين هنا ليه؟ احكم انت بينها يا مرشدي بيه. انا لسه كنت بقول للسكرتيره ان انا طالبه مقابلتك، لقيت البت اللي اسمها جمالات دي ماسكه في خناق. وطالبه مقابلتي ليه يا اختي ان شاء الله؟ كنت طالبه سلفه كده، مش عايزين يدوني فلوس. سلفه؟ قالوا لك ان انا البنك المركزي ولا شؤون اجتماعيه؟ يلا يا بنت انجري على شغلك، ومش عاوز اشوف وشك هنا تاني. هو ايه اصله ده؟ اكونش جاي اشحت ولا اكونش جاي اشحت؟ طبعا، ما انا بنت البطه السوداء. طيب يا بنت البطه البيضاء. جمالات تعالى انا عاوزك. ايوه كده، كان فين ده كله من زمان؟ عشان تعرفي يا جلجله ان مفيش في قلب غيرك. ومتشيك قوي كده ورايح على فين؟ تكونش ناوي تسهر زي كل ليله وترجع لي وش الصبح؟ لا لا يا جلجل، انا عندي ميعاد مهم، رجال اعمال هنتكلم في الشغل. عليا انا الكلام ده؟ الكلام ده يا حبيبي تقوله لمراتك التانيه. عامه اسهر وانبسط وفرفش براحتك. انا يهمني ايه غير انك ترجع لي اخر الليل؟ هو انا هفتح لك محضر سين وجيم زي مراتك التانية؟ وده الجلجلة اللي بيعجبني فيك يا ام المفهومية كلها. بقولك ايه يا مرشدي، انا بكرة هسافر البلد عشان اختي بعتت لي تلغراف، امي تعبانة قوي، هروح لهم واقعد يومين وارجع على طول. طبعا روح يا جلجلة، ده واجب عليكي برضو. بس بقولك ايه، اوعى يا جميل تتأخر، انت عارفة ان انا ما بقدرش على بعدك ثانية ابدا. جرائية يا ماما رايحة فين؟ وانتي هتوصلي فرح لحد باب شقتها كمان؟ هي عيالة صغيرة؟ والدتها هي اللي موصياني لما نزلت معاها. ما تقلقيش عليا، اسمحوا لي. وانتي من اهل فرح؟ فرح. سلامة. ازيك يا فرح؟ اهلا. انا عرفت من توحة ميعاد الدرس بتاعك، قلت اجي استناك وانت راجعه. خير؟ انا عارف انك متضايقه قوي من ماما عشان اهنتك انت وتامر وطنط فاتن، بس صدقيني يا فرح انا لو كنت اعرف انها هتعمل كده كنت منعتها باي طريقه، عشان كده انا جاي احاول اصلح اللي هي عملته. ما اعتقدش ان اعتذارك هيفيد بحاجه يا سلامة، اللي حصل حصل خلاص. بسبب الشريط اللي انت سجلتيه لبابا انا اتاكدت فعلا ان باباك الله يرحمه ساب لي بابا 100,000 جنيه، وهي تقريبا سبب كل حاجه احنا فيها دلوقتي. عشان كده انا جاي عايز ارجع لكم جزء من حقكم. جزء من حقنا؟ ايوه، دولت 20,000 جنيه انا اخدتهم من المصنع، ولو اني مش عارف ازاي هسويهم في الحسابات بس مش مهم. كنت عايزك تعرفي انك غاليه عندي قوي يا فرح، اغلى من الدنيا كلها، ولو كنت اقدر كنت اديك عينيا. ووالدك ووالدتك عارفين انك هتجيب لي الفلوس دي يا سلامه؟
لا لا لا، مفيش اي حد يعرف اي حاجه، حتى توحى نفسها ما عندهاش فكره، وياريت حتى ما تقوليلهاش. انت ليه عملت كده يا سلام؟ بصراحه انا بتحبني صح؟ اكتر من اي حاجه في الدنيا، وكنت ناوي اجي اتقدم لك واخطبك لولا اللي حصل. طب شوف بقى يا سلام، لو فعلا عايز تثبت لي انك بتحبني وانك مستعد تعمل اي حاجه عشاني، رجع لي بقيه حقنا. بقيه حقكم؟ ايوه، ال80,000 جنيه. ايوه بس. بس ايه؟ ده الشيء الوحيد اللي ممكن يثبت لي انك بتحبني. 80,000 جنيه فرح كتير قوي. وانا مش مستعجل، مش احسن ما كنت طلبت منك فوائد السنين دي كلها كمان؟ عن اذنك بقى، انا اتاخرت على ماما قوي. اخيرا حقنا هيرجع لنا وكل مشاكلنا هتتحل. ياه، انا مش مصدقه نفسي، حاسه كاني بحلم. اكيد ماما هتفرح قوي لما تعرف اللي حصل وتشوف الفلوس دي كلها معي. ازاي فاتتني دي؟ دي ماما لو شافت سلامة ممكن تعرف منه حكاية الشريط اللي أنا سجلته لأنكل مرشدي واللي اعترف فيه بالفلوس بتاعتنا. دي كانت تبقى مصيبة. طب والعمل يا فرحة؟ كويس يا حبيبتي انك انت خلصتي الدرس بتاعك. الحمد لله يا ماما، الحمد لله. مساء الخير يا بنتي. مساء الخير يا بنتي. ماما قلقانة عليكي من ساعة ما خرجتي. ما هي ماما صلاح دايما بتقلق علينا. طب انا عايز افهم، ام مشيرة ما وصلتكيش لحد هنا ليه؟ لا، ما هي وصلتني لغاية باب العمارة واطمنت ان انا ركبت الاسانسير ومشيت. ومالك بتلقلقي في الكلام كده ليه؟ انا؟ اه؟ لا ابدا خالص، ده حضرتك حتى قلقانة من الصبح. انا؟ لا انا كويسه قوي. روحي غيري هدومك وانا هعملك العشاء. يلا